برعاية كريمة من المجلس الوطني للفنون وبالتعاون مع مركز معهد الشرق الأوسط وبدعم من مؤسسة راشد الخليفة للفنون، افتتح المعرض الفني بحر الحياة فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن. نعم، حضر الافتتاح سمو الشيخ تركي بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون والشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الكونغرس الأمريكي والجمهور من المهتمين بحركة الفنون التشكيلية. تضمن برنامج افتتاح المعرض الفني بحر الحياة حلقة نقاش حول الفن الحديث في مملكة البحرين بمشاركة نخبة من الفنانين البحرينيين وجولة في أرجاء المعرض للضيوف الكرام، شملت شرحا للإلهامات تجاه اللوحات الفنية المعروضة. في كلمة الافتتاح أشاد سمو الشيخ تركي بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون برؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في إنشاء المجلس الوطني للفنون بهدف بناء منصات للفنانين البحرينيين وتوفير الدعم لهم لإبراز تقدمهم عبر مراحل تطورهم أو تطور الفني وتوجيه تلك المواهب من خلال البيئة المغذية في المملكة والتي يسهم فيها الجهود أو تسهم فيها الجهود المشتركة من الحكومة بقيادة سمو العهد رئيس مجلس الوزراء. أكد سموه على ما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ غني في الموسيقى والمسرح وغيرها من أشكال التعبير الفنية، مضيفا أن المجلس يعمل كمظلة وقوة حافزة لتطوير هذه المجالات في المستقبل، كما يسعى المجلس لإيجاد المزيد من الفرص لإبراز الفنانين البحرينيين دوليا وغرس المزيد من بذور التعاون في المجالات الفنية مع الدول الصديقة. من جانبها أعربت كاتسلي عن تقديرها لهذه الشراكة الفنية بين المجلس الوطني للفنون في مملكة البحرين ومعهد شرق الأوسط، مشيدة بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد الخليفة والفنانين البحرينيين الذين يعكس مدى اهتمام حكومة وشعب مملكة البحرين بتطوير المجال الفني في المملكة وأصدائها حول العالم. يلقى معرض بحر الحياة الذي يقام في صالة الفنون في معهد الشرق الأوسط ويستمر لغاية 30 مارس 2024 يلقي الضوء على إبداعات 14 فنانا بحرينيا يكتشفون ارتباطهم العميق بالبيئة الطبيعية في البحرين ومواردها وطقوسها وأساطيرها من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والفيديو والتركيب. The council was recently formed under royal decree by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa for the purpose of building platforms, creating opportunities, and supporting Bahraini artists as they progress through their own self-development. Bahrain's collective artistic talent has been known and respected throughout our region for decades. His Majesty's vision in creating the council is to channel that talent through a nourishing environment fostered by the continued efforts of the government of Bahrain, led by His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister. The Council's mission under the chairmanship of Sheikh Rashid bin Khalifa, a world-renowned artist himself, expands to encouraging grassroots investment in our art sector. In doing so, we further promote the ever-changing contemporary art scene that has roots stemming from a rich history of visual arts whose pioneering artists are gaining worldwide recognition. Bahrain also has a rich history of music, theater, and other forms of artistic expression. Therefore, the council serves as an umbrella and galvanizing force to develop these fields in the future. We would not be able to fulfill His Majesty's vision if it were not for partnerships like what we have here today. It is our collective hope to leave you tonight with the impression that the art scene in Bahrain developed through organic growth that started decades ago. It is something that was locally recognized, valued, and fostered by each generation, one teaching, building, and passing it on to the next. The council looks forward to building upon this wonderful partnership and views its relationship with MEI as a model for other collaborations around the globe. For this reason,
I would like to thank MEI for this opportunity, and I sincerely hope everyone enjoys the exhibition and programs over the next couple of months. Thank you very much. طبعا هذا المعرض يأتي تنفيذا لرؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في انعكاس الصورة الحضارية لمملكة البحرين في المحافل الدولية، وأن الاهتمام المتواصل من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في خلق البيئة المحفزة للفن وللإبداع. وفي هذا الصدد الحقيقة لا يفوتني أن أشكر معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون على مباركته واهتمامه الشخصي في هذا المشروع، واللي يعد الأول من نوعه بين المجلس ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن دي سي. والحقيقة أيضا يعني مشاركة سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة وعدد ونخبة من الفنانين البحرينيين له محل تقدير. فبإذن الله سوف تقوم السفارة في الأشهر القادمة بالتنسيق المباشر مع المعهد لضمان أكبر عدد ممكن من الزوار لهذا المعرض، وإن شاء الله يشوفون تنوع كبير في ما هو معروض. وطبعا المنظمات الأهلية والمراكز البحثية والجامعات والمدارس كلها سوف تعد من الجهات اللي إن شاء الله سوف يطلعون على هذه التجربة الفريدة والتجربة المتنوعة والتي تعكس الحقيقة تطور الحركة الفنية في البحرين منذ سنوات عديدة. لقد زرت الشرق الأوسط كثيرا لكن لم أزر البحرين، وسمعت عن هذا المعرض ووجدت أنها فرصة مناسبة لي للتعرف على هذا التنوع المذهل في هذه المنطقة، وهذا المعرض مختلف كثيرا عن ما رأيته في دول عربية أخرى، ففيه تنوع ذكي ومبهر وممتع. هذا المعرض هو احتفال بالتنوع والتراث البحريني، وقد ربط بين 14 فنانا تشكيليا من مختلف أنواع الفن، ومزجوا فيه بين التراث والعمران البحريني والفن والحداثة، وهو ليس لمحاكاة التغيرات المناخية فقط، بل هو لمحاكاة الترابط الإنساني والاجتماعي بالإضافة إلى الطبيعة في تلك المنطقة. وما نريد إيصاله في هذا المعرض هو عرض ومشاركة أسس التواصل والترابط والعلاقات الإنسانية العميقة التي يتمتع بها المجتمع البحريني.